عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ونصوص القرآن كثيرة، منها قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في أحد أوجه التفسير أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وهذا قول. وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث كلها يشير إلى هذا المعنى. وعذاب القبر من الأمور الغيبية، عذاب القبر ونعيم القبر من أمور الغيب، والمؤمن يؤمن بالغيب. ولذلك يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب ما غاب عنك، الغيب ما غاب عنك مما أخبر الله جل وعلا به أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الماضية أو المستقبلة هذا كله، أو الأمور الأخروية، هذا كله من الغيب الذي يجب الإيمان به. وبحث هذه المسألة في كتب العقائد، لكننا ذكرناها عرضا، وهي من المسائل المهمة جدا. وللأسف الشديد يعني أصبح كثير من الناس يخبط خبط عشواء ويتكلم فيما لا علم له به، وربما وقع في مسالك ضيقة ومراتع وخيمة حينما